بالنسبة للمقابلة نتاع تاجنات غادي تكون صعبة للطرفين. ظن احنا باش نأكدوا النتيجة نتاعنا الأخيرة، وهما بارسكو راهم على ثلاث نتائج سلبية، نظن باغين يسدبتهم ويبغوا يفوزوا بالمقابلة. ظن هذه المقابلة ما تقبلش القسمة على اثنين، ظن هذه المقابلة ينفوزوا عليهم ينفوزوا علينا. نعم، مباراة تاجنات هذه على بالنا باللي الفريق تاجنات راه يمر بمرحلة صعيبة، ويعني لازم عليه يدير كلش في المقابلة تاعنا باش يحقق نتيجة إيجابية. احنا رانا يعني واعيين بهذا الأمر، وإن شاء الله راكم تشوفوا رانا نحضروا تحضيرات عادية للمقابلة هذه. إن شاء الله نكونوا في يومنا ونكونوا في المستوى ونعودوا بنتيجة إيجابية إن شاء الله.